السلام عليكم، معكم ألف أهل السلام بخير وعافية. اليوم بيكون الأفضل جندي للهجوم، بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. طبعا راح نذكر الجنود بحسب الاستخدام من التاونات الأقل إلى التاونات الأعلى. راح نبدأ بأول جندي معانا وهو البالون. طبعا البالون جندي قوي جدا، بيستخدم من تاون هول 4 إلى تاون هول 14، ولكن في تاون هول 14 بيقل استخدامه انك محتاج جنود معاه. اما في تاون هول 4 و5 و6 الى تاون هول 8 ممكن تستخدمها لحالة بدون اي مشاكل، لان الجندي هو اصلا جندي قوي، الا انه دمه بيعتبر ضعيف جدا مقارنة بالضرر الذي بيجيبه. اما الجندي الثاني ذي معانا والمعالجة. طبعا المعالجة جندي قوي جدا، وبيستخدم من تاون هول 6 الى تاون هول 14. طبعا هذا الجندي بيستخدم للملكة الماشية، حيث ان استخداماتها للجيش بيكون قليل، بينما بيكون استخداماتها للملكة الماشية كثير. هجوم الملكة الماشية بيكون هجوم شرس جدا، ومعظم الاستخدامات في الملكة الماشية بتكون من 9 الى 14، وفي هجمات كثيرة المعالجة. والمعالجة هذه بتعتبر جندي قوي جدا من ناحية العلاج على الملكة، حيث ان الملكة بتقدر تضرب من خارج السور، وهذا الهجوم بيخليه هجوم فتاك حرفيا. الجندي الثالث ذي معانا وهو التنين. طبعا التنين قوي جدا من ناحية الضرر، وايضا من ناحية تلقي الضرر. هذا الجندي بيستخدم من تاون هول 7 الى تاون 14، وايضا استراتيجيتها القوية معروفة انها تنانين او الملكة الماشية مع التنانين. هذه استراتيجية بتعتبر استراتيجية مشهورة جدا، في ناس كثير بيلعبوا بهذه الاستراتيجية، حيث انك بترظف بعض الاماكن ومثلها مثل اي استراتيجية، وبتطرح التنانين. ادى ان التنانين بيكونوا قويين جدا من ناحية الضرر، ومن ناحية ايضا تلقي الضرر. الجندي الرابع ذي معانا وهو البيكا. طبعا البيكا جندي قوي جدا، ما نقدرش نوصفه بكلمة. ادى ان هذا الجندي لا يستخدم في التاونات الكبيرة بسبب مدفعية النصر الذي ممكن تحصد 4 إلى 5 لحالها بيكا. طبعا والبيكا ذي بتاخذهم في التاونات العالية بالكثير يوصلوا الى 11 بيكا، لانه ما بتمسح غير التاونات ما بين تاون 8 الى تاون هول 10. اما في التاونات العالية محتاج جنود مع البيكا، اما من ناحية انه بيتلقى ضرر كبير او بيضرب بقوة، فهذا الجندي حرفيا جندي قوي. ما كان يعيب الجندي هذا انه كان بطيء، وايضا كانت تكلفتها عالية. اما الان في تدرب الجندي بدون اي تكلفة بعد التحديث. الجندي الرابع ذي معانا وهو الحفار. طبعا استراتيجية الحفار استراتيجية معروفة، ولكن هذه استراتيجية بتكون من تاون هول 10. لو كانت في تاونات اقل كانت استخداماتها كثيرة، ولكن من ناحية انها استراتيجية قوية فهذه الاستراتيجية فتاكة. وايضا هذه الاستراتيجية فيك تستخدمها من تاون 10 الى تاون هول 14. عدا ان هذا الجندي بيكون تركيزها الكامل على الملكة الماشية. اذا كنت بتحترف الملكة الماشية بتقدر تلعب بهذا الجندي بكل سهولة، لان الملكة الماشية بتعتبر هي العمود الفقري لهذا الجيش. والجندي الاخير ذي معانا وهو التنين كرباي. طبعا التنين كرباي بيعتبر جندي قوي جدا، وبيستخدم من تاون هول 11. طبعا هذا الجندي اذا وصفته ما بقدر اوصفه، لان هذا الجندي حرفيا فتاك، فيك تهجم فيه لوحده او فيك تهجم مع جنود، لان هذا الجندي يعتبر افضل جندي للتنظيف، وافضل جندي للمسح، وافضل جندي للسرقة. فيك تعمل اي شيء بهذا الجندي، فيك تستخدم استراتيجية تنين كرباي تمسح فيها قرى كاملة حتى بدون ملكة ماشية. هذا الجيش يعتبر جيش فتاك، والتنين كرباي اي شخص تعمله الى الان ما زال مستعملة، لان هذا الجيش ما بيعتبر جيش ضعيف جدا. ادى ان هذا الجندي نفس غيره، لها الشيء الذي يعيبه انه هذا الجندي بيعتبر بطيء من ناحية الهجوم، وايضا من ناحية السرعة. هذا الجندي بيعتبر جندي فتاك، هذا الشيء الذي يعيبه انه بطيء،
محتاج تكون تطرح تعويذة غضب بشكل متواصل بحيث تقدر تتواصل مع التنين الكهربائي، وإلا هذا الجندي بيعتبر جندي قوي. لو كان هذا الجندي جندي سريع تقدر تمسح فيها القرية وتوفر فيها كل التعويذات. وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك. حبكم جميعا ومع السلامة.